عسلامة عسلامة، مرحبا بكم فيك وزين باي منو. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم مش نعملو مع بعضنا جاتو بذوق النوغاتين، بالحق من أبان لي جاتو اللي عملتهم في القناة. بالحق كل جاتو نعملها نقول أبان من اللي قبلها، بالحق ياسر بنين النوغاتين. ننصحكم تجربوه وتعملوا به لي جاتو نتاعكم. كما نعرفوا احنا تويك على أبواب رأس السنة الميلادية، ان شاء الله يا ربي الناس الكل تكون بألف خير، وان شاء الله يكون عام سعيد على الجميع. دونك اخترت كما قلت لكم اليوم نعمل جاتو بذوق النوغاتين. تابعوا الفيديو للاخر، تابعوا لي زاستيس الكل باش تنجح معاكم الجينواز. تابعوا الكريمه كذلك، ياسر سهله وياسر بنينه، واي وحده مبتدئه تنجم تعملها وتنجح فيها. تابعوا الفيديو للاخر، ما تنسوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومونتير. ونخليكم تويكا مع طريقه التحضير والمقادير، وفرجه ممتعه للجميع. دونك بالنسبة للمقادير متاعنا، مش نستحقوا 5 بيضات يكونوا بحرارة الغرفة. عندي 120 غرام سكر حبيبات، 50 غرام لوز رحيته هكية جويد، عندي 70 غرام فرينة. مش نستعمل لارام متاع اللوز، بما اني عملت اللوز نجمو تعملو باكو سكر فاني. ومش نستعمل ملعقة صغيرة جيلك، تنجمو تعوضوها بشتر ملعقة قهوة خميرة مرطبات. دونك يلا تويكا نبداو الوصفة مع بعضنا، وبالطبيعة بنسين ملح. اول حاجة مش ناخو البيض متاعي مش نفقصو، مش نعجنها انا نركضها في الباتور. وانتم اذا كان عندكم الباتور متاع الكورون ما يقلقش، المفيد تكون السرعة متاعو قوية برشا باش تطلع لكم البيض بالباهي. نأكد راهو البيض لازم يكون بحرارة الغرفة. فوالا هاذوما هكا 5 بيضات، باش نضيف عليهم السكر، لارو متاع اللوز، من با هكا راهو قطرات. وبنسي الملح، نخليهم يتركزوا في مرحلة أولى، ومن بعد نضيف لهم الفرينة واللوز. هكا بنسي ملح. مش نضيف ملعقة القهوة جيلك، ونخليهم يتركزوا مع بعضهم حتى لين يطلع لي البيض بالباهي بالباهي ويتغير الكولور نتاعو. طبعا بعديكا تشوفوه. فوالا بريسك البيض نتاعي بدا يطلع. دونك مش نكمل، مازال راهو ما كملش التركض، مي مش نكمل بقيه المكونات. مش نكمل نضيف اللوز نتاعي، بسم الله، ومش نضيف الفرينة، والفرينة بالطبيعة لازمنا نغربلوها. فوالا وباش نكمل تو نركضها. فوالا كيما تلاحظو كملت تركضتهم، تو هكا مبقى لي كان باش نصبهم في طبق الفول. شوفو كيفاش يبدا القوام متاع الجينواز متاعنا. دونك باش ناخد طبق الفول ومش نصبو الخليط متاعي. هذايا هكا الطبق نتاع الفور نتاعي 40 على 30، وفرشتو بابي كويسون. راهو جينواز ضروري جدا تيب على بابي كويسون. الفور نتاعي خليته يسخن على 180 درجة، مش نطيبها نار من اللوطه والفوق. ميم با راهي جينواز ما تاخذش برشا وقت، ميم با 8 10 دقائق ونخرج الجينواز نتاعي. ما تحطوهاش برشا باش ما تشيحلكمش. إذا طيبوها أزيد من لازم تخليوها في الفرن راهي تشيح لكم، تجيكم معناتها بعديكا بات يابسة، ما تجيكمش خفيفة وهشوشة. باش نطرح الخليط نتاعي هكا بالتساوي.
تنجمو راهو عوض اللوز تنجمو تستغنيو عليه، معناتها تعوضوا الكمية بالفرينة تستغنيو على كمية اللوز. تنجمو تعملو كذلك نوازات، أي فاكهة تحبوها تنجمو تعملوها كما تنجمو تستغنيو عليها. على كيما تلاحظو كملت طرحت الجينواز نتاعي، نضربها هكا ضربات على الرخامة باش نخرج هذاك الهواء وندخلها للفور تيب، ومن بعد ما تيبو انا نرجع نوريها لكم. بالنسبة للمقادير متاع الكريمة متاعنا مش نستحقو باكو كريم ديسا جو كراميل، وعندي 3 ملاعق اكل سكر و 400 ملل احليب. دونك مش ناخو السكر والحليب، وباكو كريم ديسير، نحركهم هكايا في البارد. حتى لي يمتز المكونات الكل، ومش نهزها مع النار نطيبها. فوالا مش تاخو هكايا صحفة تكون كبيرة شوية، ومش نصب الخليط متاعي ومش نغطيه اون كونتاكت، ونخليها تبرد. لول مرة مش نخليها فوق البلون دو ترافاي، نخليها تبرد على راحتها، ومن بعديكا نجم ندخلها للثلاجة. وإذا كان كنتو مزروبين تنجمو ديريكتومون تغطيوها اون كونتاكت وتخليوها في الثلاجة. لازمها تاخو وقت حتى لين تبرد، لازمها تبرد كومبليتمون، ما لازمهاش تكون لا دافية ولا سخونة. باش ناخو هكا ساشي اليمونتير، مش نغطيها اون كونتاكت باش ما تعمليش ليك القشرة. نجمو راهو تعملوها قبل، يعني تعملوها في العشية وتبيتوها ليلة كاملة في الثلاجة هكاكا، باش من بعديكا الكريم موسلين تنشحنا وتجينا رسيت ياسر تحفونة وياسر ناجحة. ولا رجعت لكم تويكا بعد ما الكريم نتاعي بردت بالباهي. دونك تويكا مش نخدموها مع بعضنا على الكونتيتي اللي عطيتها لكم نتاع الكريم ديسي، مش ناخذ عليها 200 غرام زبده. بالنسبه للزبده ماذا بينا تكون مصدر حيواني، مي كيما نعرفوا مقطوعه مش نعوضها بالنوعيه هذيا كيف كيف تدي نفس الريزلتا. دونك مش ناخذ الريسيبيون تاعي اللي مش نركض فيها الكريم تاعي، مش نصبها. شوفوا كيفاش كي تبرد تهبط هكايا قالب واحد. مش نركضها طويكة شوية نخدمها، وبعد نبدأ نضيف الزبدة بشوية بشوية. فعلا شوفوا كيفاش خدمتها كيما هكا طويكة، مش نبدأ نضيف، انا نركض وانا نضيف في الزبدة. والزبدة لازمها تكون لينة بحرارة الغرفة. إذا كانت عندكم في الثلاجة نخرجوها قبل بساعتين من الثلاجة باش نجمو نخدمو بها. فوالا كملت الكونتيتي كامله نتاع 200 غرام نتاع الزبده، وهذيا هكا القوام نتاع الكريمه نتاعي. شوفوا ما شاء الله شادد روحو متماسك. دونك هكايا نخدموها شويه بالسباتول باش نحولها هذيك الفقاعات وكها. وهذيا هكا الكريم موسلين نتاعنا بذوق الكراميل حاضره. نجمو نضيفوا لها براليني لوز ولا بوفريوا، نجمو نضيفوا لها النوغاتين كيما تحبوا انتوما، كيما تنجمو تخليوها هكا تزيدوها شويه كراميل كيما تحبوا انتوما تنكهوا الكريم نتاعكم. دونك هذه هكا مبقالي كان تو نصبها في بوش ونوريكم القوام نتاعها كيفاش نزينوا بها.
دونك هذه هكا الجينواز نتاعي خرجت من الفور. كيما قلت لكم عملت زوز طبقات من نفس المقادير اللي ذكرتهم لكم في الفيديو. دونك تويكا مش ناخذ سيرسو نتاعي 25 على 25 ومش نقسمها كيما هكا بالسيرسو. قديش خفيفة قديش هشوشة. ولا هذو ما هكا الطبقات متاعي كملت قصيتهم. هذه الطبقة الأولى، هذه الثانية، والطبقة الثالثة مش نعملوها زوز أنصاف، معناتها البقايا اللي بقاولي مش نعملوهم في الوسط، نعملو بهم طبقة ما يقلقش ما يظهروش وما يقلقش، نكملو بهم الطبقة الثالثة. دونك يلا تويكا نبداو نمنتجو الجاتوه مع بعضنا. ولا مش ناخو تويكا السيرسو متاعي وسوغاتو ان عندي هكا مدورة، وانتوما تنجمو تعملوها مربع. دونك مش نرمي الطبقة الاولى متاع الجينواز، ما شاء الله ما نحكي لكم مش قديش اطرية وهشوشة، ياسر ياسر خفيفة ذوب ذوبة. فوالا هاكا تفتحها بسهولة من البابي كويسون. نستويها كيما هكا، تحبوا تسقيوها كيما تحبوا تخليوها كيما هي. انا عندي شويه شحور باقي لي، سينو راني ماش ما تطلبش سقي، جست انا هكا عندي في الثلاجه مش نسقيها شويه سيرو خفيف، نكهته بشويه نسكافيه. كيما قلت لكم راهي خفيفه خفيفه وحشوشه، تنجموا ما تسقيوهاش، جست هكا شويه وكها. مش ناخذ الكريمه نتاعي ومش نوزعها هكايا بالبوش باش تجيني الكريمه مستويه والطبقات الكل قد بعضهم. ولا تويكا مش ناخذ هكايا ونستوي الكريمه نتاعي. بالنسبه للكوش نتاع الكريمه انتوما تتحكموا فيه، تحبوا كوش عاليه تحبوها واطيه كيما تحبوا انتوما. هلا كملت طرحت الكريمه نتاعي. عندي هذيا هكا النوغاتي اللي سبق وحضرناه في فيديو سابق مع بعضنا، رحيته هكايا بالهشوار كيما هكا، وتويكا مش نضيف بين الطبقات كيما هكا. الحق ياسر بنين مع الجاتو، طريقته ياسر سهله، مكوناته بسيطه. تنحط لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف هكا اذا تحبوا تشوفوا تشوفوه وتعملوا عليه طلع. فوالا وطويكا باش نضيف الطبقتين هذوما هكا المقصوصين، مش نحطوهم في الوسط. فوالا كيما هكا وهذه الثانية كيما هكا. هذه نجمو نزيدوها هكا بشوية من البواقي اللي عندي وإلا بالكريمة ما يقلقش. هايكا وليت لنا طبقة كاملة شفتوها كيف كيف هكا، نسقيوها من با شوية. ومش نعاود طبقة أخرى من الكريمة.
هلا كيف كيف نطرحها بنفس الطريقة. نجمو نضيفو طبقة من الكناش والشوكولا، زيدا تجيكم بنينة في وسط لي جاتو. كيما نعرفو الكراميل والشوكولاتة يتمشاو راهم مع بعضهم. فوالا هاكا كملت ستويتها، هاكا مش نكمل الطبقة الثالثة والأخيرة. فوالا اوكي، نجمو راهو تعملو من غير سيرسو، مي سيرسو راهو يعاون برشا في الخدمة. هاو كنقصو بيه باش يجيونا نقدو بعضهم من نمنتجو فيه، تجينا الخدمة مرتوبة ونظيفة. هالا وتويكا باش نكمل الطبقة الأخيرة من الكريمة. كما نطرح الطبقة بنفس الطريقة. وهلا كملت ستويتها، شوفوا بالطريقة هذه هكا ريقلت لها الوجه متاعها بالباهي بالباهي. دونك توي مش ندخلها للكونجيلاتير، اقل حاجة اقل حاجة 3 سوايع، وماذا بينا تبات حتى ليلة كاملة. بما اني اليوم مش نعملها فرد نهار، مش نخليها 3 سوايع فقط، ومن بعد نرجع نكمل نزينها معاكم. ولا بعد ما مرت 3 سوايع على الجاتو نتاعي في الكونجيلاتير، توا مش نخرجها، نصرح لها هكا الجناب نتاعها. هكا هي بسكينة. ولا من بعد ما سرحتو نهز السيرسو نتاعي بالسلاسة. فوالا طويكا مش ناخو عندي هكا شويه من الكريمه مش نزين بها هذوما هكا الاجناب نتاع الجاتوه، نغلف بها الجاتوه كامله كيما هكا. كملت غلفت لها الجناب الكل بالكريمه، تو مش ناخذ النيغاتين هذيا هكا، ومش نزين الجناب بالطريقه هذه كيما هكا. تحبوا بالنيغاتين، تحبوا بالفيكيا، كيما تحبوا انتوما. نزلوا عليها هكايا باش يشد. ولا كملت دورت الجناب الكل بالنوغاتين كيما تلاحظوا. تويكا مش نبدا نزين الجاتو نتاعي من الفوق، ديما الزينه تكون اختياريه كيما تحبوا انتوما زينوا. ولا عندي هذه هكا النوغاتين اللي قصيته هكايا مثلثات، مش نزين بيه كيما هكا.
كما قلت لكم الزينة تكون اختيارية. ولا بالنسبة للبارتي هذه مش نكمل نعبيها بالنوغاتين، مش نكمل هكايا نكسرو لهنا. نجمو نتوما تعملو غاناش شوكولات، نجمو تكبو بانانية 2023، تنجمو إذا كان مش تعملوها العيد ميلاد تنجمو تعملو تكتبو الاسم هكايا لهنا. هاكا الزينة كيما قلت لكم اختياري، كيما تحبو تزينو نتوما. أنا هاكا مش نزينها بما انها الجو كامله بالنوغاتين، مش نكمل ان نزينها بالنوغاتين. وفوالا هذه هكا وصفتي كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنسوش بالشيركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كوزين بي منو، تبارطاجيو الوصفه بين حبايباتكم وصحيباتكم باش تعم الفائده. وفي وصفه قادمه ان شاء الله، وتنخلي لكم بعديك تصاور وهي الجاتوه مقصوصه.